لا بيتكلموا عليك. تعالى 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 صاحبنا ولا ايه يا عم؟ تعالى معايا. تعالى. يا تشوسه ده. يا ولد كويس. لا الحياة ما عرفش العب ناي. حاضر حاضر. يا ولا وباين دون ده يا مجد. الله يحرقك. دي كذا لونجا بقى. يا 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 حاج بيومي بيقص عليك. لا لا زعلوش ده. انا مش يا بولا يا جماعة وازوك بيه بلا بادي كبيو ده بتشكيك يا اوي. كيف من اولى؟ لا 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 جو الزئير ده ما ياكلش معانا. احنا خلاص حششنا مع الاسد. الحاج مايوم بيركب الهوا. ايوه ابي يا ريت تقف ولا يا مريم ابي لا ما بطاطي انت ما تبقى بطاطي بقى ابي لا ما بطاطي بقى انت ما تبقى يا ابي بطاطي بقى أتبعن أشك راجل في الكابيلا، وأنادي هل من راجل ونفسه؟ هو يا كابيلا ما فيكش راجل. ولا ليه؟ ما تهاش وأحسن، وحرفع وش مصر. سمع لي أحلى ضرب بونجت. ارمح بولك عليا. هذا المشروم رجال ركاب. وعاشور الناجي وكده؟ ده انت جيتني في منطقتي. انت بتقول ايه؟ انت واخدها جد ولا ايه؟ ولا
ولا لك خارة ما يزال ولا لك ولا لك ولا لك يا لا يا مصنوبي سيبال بليز حزام بعد اذنك. ابو بوفي بوبو ايه يا استاذ؟ بعد اذنك اربط الحزام هنعمل لاندنج. سيبال بليز هاني. احنا فين هاني؟ هاني لف بقى يا جماعه كده، انتوا مأجرين عجله. اخرس خالص يا بني ادم، انت مش سواق تاكسي ومشغل عداد وهتاخد فلوس. مالك انت؟ تاكسي ايه اللي انتوا عايزينه؟ انتوا عايزين قفص في الاخر اروحكم. مش كنا بندور على محل لبس؟ وفي محل لبس فاتح الساعه 3 الصبح. تعرف اكتر حاجه مضايقاني يا عزام؟ ايه؟ انت معاك صاحبي بيكلمني بترد فيه يا بني ادم؟ اللي معاك خد ودي بقى في الكلام. اخرس. اكتر حاجه مضايقاني الكاميرا اللي انا نسيتها هناك. الكاميرا بس دي هدومنا كلها. الحمد لله ان احنا رجعنا بالشنطه اللي فيها الباسبورتات والفلوس. ايه يا بني ادم؟ صاحبي بيقول لي انا هرد، انت بترد ليه؟ قاعد معاك قاعد معاك بترد ليه؟ مش خالص. ماشي اهو المرتفع. انت انزل. يلا انا هنزل. سلام. وانت حراميه ولا ايه؟ اعمل في ايه ده؟ اعمل انفضك بالمرايه في زورك؟ اعمل اموتك ولا ايه؟ انزل يلا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا اله الا الله. محمد فيك ايه؟ عايز مننا ايه؟ عايز مننا ايه؟ خلاص خلاص اصحى اصحى اصحى. ايه يا مكة فتحت بوي؟ سبب المهندس حسام مدبولي بعد تصرفه الغريب في إثارة الفزع في مجمع سكني هادي. لعبتها صح، لعبتها صح قوي نيفين بنت فوقية. الصورة على النت في كل حتة. معقولة الحقد ده يوصل للدرجة دي؟ تبعت شيماء تشتغل عندي عشان تتجسس عليا؟ يو بيحصل أكتر من كده كمان. أنت ما شفتيش فيلم مهمة في تل أبيب؟ ده وقته، ده وقته. اسكت خالص. اهلا اهلا يا باشمهندس عبد الله على السلامه. فين شيماء؟ فين شيماء؟ طردناها بعد الفضيحه اللي انت كنت السبب فيها. ما هو بصراحه حماتي مش انا اللي عملت الفضيحه، اللي عمل الفضيحه حمايه. نعم نعم الله عليك يا سيدي. مش انت اللي مرخص مسدس بقالك 80 سنه ما ضربتش بيه طلقه واحده، جاي عليا انا وتعملي فيه عبد موته؟ وانا عماله تقول حرامي حرامي حرامي. عاوزني اجري وراك بباشا؟ المهم اتاكدتوا ان هي اللي عملت المصيبه السوداء دي؟ ايوه طبعا، شفنا الصور على الموبايل بتاعها بعتها لنيفين. مامي هو انا كده مجلس الاداره مش هيختارني؟ لا طبعا يا حبيبتي، وهو السبب. سبب ايه بس يا حماتي؟ انا كنت جاي اعمل مفاجاه لفريده. مفاجاه زي الزفت. جاي من السفر يا حبيبي، لابس لي ريش، عايز تعمل ايه؟ ديك رومي؟ ديك رومي؟ ما تتكلم يا متر. انا مش فاهم انتوا مكبرين الحكايه قوي كده ليه؟ يوم مجلس الاداره بتاعكم لما يجي يزوركم زي ما زينب قالت ويعرفوا ان انتوا عيله سعيده فعلا، ساعتها هيتاكدوا ان كل ليه اشاعات. يا ريت يا بابي ده اللي يحصل.